اليوم الاتحاد الوطني للشغل المغرب قرر أن ينظم هذه الوقفة الاحتجاجية المركزية على تنامي الغلاء وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات وخاصة الشغيلة منهم وخاصة ذوي الدخل المحدود. اليوم الحكومة كملت 3 سنوات. في البداية كانت الأحزاب المكونة لهذه الحكومة كانت عندها وعود بأنها تهتم يعني برجال التعليم، تهتم بالصحة، تهتم بالمسنين، تهتم بالفئات المعوزة، يعني تهتم بالقطاعات الاجتماعية، ورفعت الشعار ديال الدولة الاجتماعية. ولكن بعد مرور 3 سنوات اليوم انتم كتشوفوا المعاناة ديال المواطنين والمواطنات، يعني مش احنا اللي كنقولوها، التقارير الرسمية اللي كتخرج من المندوبية السامية للتخطيط يعني كتخرج كتقول بأنه هناك انهيار القدرة الشرائية يعني لدى تقريبا فوق 50% يعني ديال المواطنين. كذلك 90% ديال الأسر اللي صرحوا بأنه كاين غلاء ديال الأسعار في المواد الأساسية وفي المواد الغذائية. اليوم المعاناة ديال الأسر المغربية من الغلاء ديال المحروقات ومن الغلاء ديال المواد الغذائية ومن الغلاء ديال المواد الأساسية، ثم كذلك انضاف حتى ثم كتعرفوا هذه السنة الدخول المدرسي واللوازم المدرسية، وكذلك الموضوع ديال الأدوية. اليوم هنا في البرلمان اعترف الوزير ديال الصحة بأنه الأدوية في المغرب أغلى من الأدوية في إسبانيا وأغلى من الأدوية في فرنسا. اليوم نحن في الاتحاد الوطني للشغل المغرب منذ يعني ترسيم هذه الحكومة ومنذ تنصيب هذه الحكومة يعني في بداية 2000 تقريبا في سنة 2022 وحنا كنقوموا ببيانات وكنقوموا بوقفات، سواء وقفات احتجاجية جهوية أو وقفات احتجاجية مركزية أو وقفة احتجاجية مركزية ثانية. نظمنا فاتح ماي، كل ما كننظموا فاتح ماي إلا وكننبهوا الغلاء ديال الأسعار، ورغم ذلك الحكومة بقيت يعني سادة ودنيها وكتشوف ولم تقوم بأي إجراء غير هذاك الشيء اللي عملت ديال بعض الأجور لبعض الموظفين، كانوا عزلات بعض الموظفين وعطاتهم واحد زيادة ديال الأجور، ولكن باقي المواطنين وباقي الأسر باقي المتقاعدين باقي ذوي المعاشات اليوم واخا دابا السميك رفعوه ل 3500 درهم، ولكن خصكم تعرفوا بأن هذا السميك لما كيخرج هذا الإنسان التقاعد راه كاين اللي كيحصل على 2000 درهم، كاين اللي عنده التقاعد ديالو 1500 درهم. بالله عليك واحد الرجل أفنى عمره 60 عام ولا مرأة أفنت عمره 60 عام وفي الأخير تخرج ب 2000 درهم، وكاين اللي كيشد 1500 درهم، كيف حاله وكيف سيعيش في 2024 وهو يعني كياخذ 1500 درهم؟ كيفاش يعمل مع الكرا، مع الموضوع، مع الأدوية، مع المواد الغذائية؟ قولوا لي بالله عليك. يعني تأتي أساسا للتنديد والاستنكار بالسياسات الاجتماعية التي تنهجها هذه الحكومة والتي كرست أزمة اجتماعية ضاربة في عمق تهميش المواطن المغربي وكذلك الشغيلة المغربية من خلال هذا الارتفاع المهول في منظومة الأسعار وخصوصا الأسعار المرتبطة بالمعيش اليومي وبالقفة يعني ديال المغاربة جميعا. هذا الذي أدى إلى الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين وللشغيلة المغربية، خصوصا في ظل عدم وجود سياسة اجتماعية يعني سواء مرتبطة بالدعم المباشر، سواء مرتبطة بتنزيل مشروع الحماية الاجتماعية المرتبك، سواء مرتبط بكثير من القضايا يعني التي تهم الشغيلة المغربية وتهم الوضع الاجتماعي بشكل عام. أظن أن السياسات الاجتماعية الخاطئة لهذه الحكومة يعني تكرس وتجدير الاحتقان في الواقع الاجتماعي المغربي وتضرب في العمق النسيج الاجتماعي والتماسك الاجتماعي والأمن الاجتماعي. ولذلك كان لزاما على الاتحاد الوطني للشغل المغربي يعني أن يخرج اليوم ليرفع صوته في الوقت التي خفتت وصمتت كل الأصوات. نحن اليوم نتواجد أمام صحة البرلمان في وقفتين احتجاجية مركزية على تصاعد وتيرة غلاء الأسعار، أولا للتعبير عن رفضنا للسياسة الحكومية في تدبير هذا المجال، خاصة وأن الحكومة كانت في السابق تدعي بأن التضخم هو مستورد، في حين نحن في الاتحاد نبهنا منذ في السابق ومنذ زمان بأن هذا التضخم ليس مستوردا وإنما هو نتيجة
لفشل الحكومي. أولا فنحن نلاحظ في هذه الأشهر الأخيرة يعني الانخفاض المتتالي لأسعار النفط، ونعلم أن هذه المادة الحيوية لا تأثير كبير في مجال الأسعار سواء من حيث يعني الإنتاج أو من حيث التسويق، على اعتبار أن وسائل النقل تتأثر إلى حد كبير. إذن فالحكومة غيبت النقاش العمومي الحقيقي، تغييب، لأن هناك إرادة لتغييب الإعلام العمومي والنقاش في هذا الموضوع وتغييب المعارضة، رغم أن نحن في الاتحاد الوطني للشعوب المغرب لا نعتبر أنفسنا معارضة أو أغلبية، وإنما لدينا مسؤولية اجتماعية، مسؤولية أخلاقية في الدفاع عن الأجراء، وبالتالي من واجبنا أن ننبه الحكومة إلى كل الاختلالات التي نراها أو نعتقد بأنها تؤثر يعني في مجموعة من السياسات العمومية. ولذلك نؤكد على أن الاتحاد سيواصل النضال من أجل الدفاع على حقوق يعني الأجراء بشكل خاص وعلى حقوق المغاربة بشكل عام.